بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الجزء الأول من حل وشرح نموذج تدريبي لاختبار تحديد المستوى في الرياضيات للمتقدمين لاختبار القبول في برنامج التدرج الوظيفي في شركة أرامكو السعودية. تعال نشوف كده مع بعض أول سؤال. طبعا الحل هنا بدون استخدام الآلة الحاسبة. كل سلعة قيمتها 60 ريال اشتريتها بعد أن خفض لك البائع 12 ريال من سعرها، اوجد النسبة المئوية المخفضة من قيمة السلعة. طيب عامة عشان نجيب أي نسبة مئوية، النسبة المئوية مطلوبة هنا للإيه؟ للتخفيض، صح؟ النسبة المئوية للتخفيض، النسبة المئوية المخفضة. يبقى لازم يبقى عندك سعر أو التخفيض كام؟ التخفيض عندي كام؟ 12 ريال. فالخطوات اللي إحنا بنعملها بنقسم ال 12 على السعر الأصلي اللي هو ال 60 ريال، تمام؟ ونضربها في 100، تمام؟ طيب طبعا مع العلم ان احنا عارفين ان ال 100 دي معناها 100 على ايه؟ 100 على 1. نبدا بعد كده عمليه الاختصار لتبسيط عمليه الضرب والقسمه دي، اللي هو الصفر اللي ايه اللي فوق ده يروح مع الصفر اللي تحت، تمام؟ اتفضل عندي هنا 12 على 6، 12 على 6 اللي هي 2، تمام؟ مضروبه هنا اهي. اتفضل عندي 10 على 1 اللي هي ال 10، يبقى 2 في 10 بتساوي 20، يبقى الاجابه هنا هتكون 20، يبقى اختار 20%. ده كده بالنسبة للسؤال الأول، تمام؟ طيب برضو الناس اللي ما بتعرفش تعمل عملية الاختصار ده ممكن بتعمل إيه؟ بتسهل على نفسها عملية الاختصار. يعني مثلا أنا وصلت هنا لل 12 على، هكتبها لكم بس تحت كده، 12 على 6 مضروبة في 10، فبقول دي بتساوي ال 12 بتجزئها، هي عبارة عن 6 مضروبة في 2، تمام؟ وتحت عندي هنا في 6 وهنا في الإيه؟ ال 10، تمام؟ بعد كده ببدأ أختصر. في الاختصار هنا بتختصر الأعداد المتشابهة من البسط والمقام، اللي هي الستة اللي فوق والستة اللي إيه؟ اللي تحت. فيتفضل عندي هنا 2 مضروبة في 10، يعني هتساوي الإيه؟ هتساوي 20، كطريقة تانية لعملية الإيه؟ الاختصار. طيب تعال نشوف كده سؤال تاني. السؤال بيقول لي قرب الرقم 1685 الى اقرب 100. تعال نشوف موضوع التقريب دوت عباره عن ايه. عشان اقرب العدد انا هكتب العدد الاول هنا، ادي 1600 5 وايه 85. لما يقول لي تقريب لاقرب 100 انا عارف ان ال 100 ديت فيها كام صفر؟ ال 100 فيها صفرين، صح كده؟ يبقى تاخد اول عددين اللي هو الخمسه تحط تحتها صفر، والثمانيه تحط تحتها الايه؟ الصفر، وبنشيل الخمسه والثمانيه دول. بعد كده عندي مجموعتين من الارقام اللي هي الارقام الاوليه من اول 0 1 2 3 4. الخمس ارقام دول ما بيزودوش اللي جنبها، ما بيزودوش العدد اللي جنبها. يبقى الارقام اللي مش بتزود اللي هي الصفر والواحد والاثنين والثلاثه والايه؟ والاربعه. اما الارقام اللي بتزود فهي عباره عن ايه؟ عباره عن الخمسه والسته والسبعه والثمانيه والتسعه. تمام؟ برضو خمس ارقام. فهتلاقي هنا اخر عدد عندك اللي هو كان الثمانيه، يبقى الثمانيه دوت يعمل ايه؟ يزود واحد، يزود واحد على الايه؟ على السته، يبقى الناتج هنا هيبقى عباره عن كام؟ سته زائد واحد، يبقى عندي هنا سبعه، والواحد زي ما هو يبقى 1000 وايه؟ 1700، يبقى الاجابه 1000 وايه؟ و700. ده بالنسبه للتقريب لاقرب 100. طبعا لو قال لي تقريب لاقرب 10 يبقى بتحط صفر واحد مكان الخمسه، والخمسه تزود الثمانيه تبقى تسعه. لو قال لي تقريب لاقرب 1000 يبقى هحط ثلاث اصفار، تمام؟ والاخير الرقم الاخير هو السته، هيزود اللي جنبيه واحد يبقى كام؟ يبقى 2. طبعا لو كان الرقم اللي هنا صغير من الارقام اللي هي 0 1 2 3 4 يبقى بتكتب الرقم اللي جنبيه دوت زي ما هو من دون اي ايه؟ من غير اي تغيير. تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ لعمليه التقريب. نشوف بعد كده السؤال اللي بعده. بيقول لي قطع احمد مسافه 153 كيلو متر في 3.4 من 10 ساعة، ففي كم سيقطع 135 كيلو متر؟ هنا هنشتغل بنظام حاجة اسمها الايه؟ التناسب الطردي. وفي ناس بيشتغلوها بالمسافة والسرعة، والمسافة والسرعة والزمن، تمام؟ لكن احنا هنشتغل بطريقة الايه؟ التناسب الطردي، اللي هي عبارة عن أنا عندي هنا مسافة، فبنكتب كده أنا عندي مسافة، تمام؟ وعندي هنا ساعة، في كم ساعة؟ تمام؟ الحاجتين اللي موجودين عندي، أدي الساعة وأدي كلمة الايه؟ المسافة أو كيلو متر، ممكن تكتب مسافة أو تكتب كيلو متر، الاتنين صح، تمام؟ طيب المسافة عندي 153، هكتب هنا 153 في 3.4 من 10، ادي 3 وادي الفاصلة وادي الايه؟ الاربعة.
فبيقول لي في كام ساعه سيقطع 135 كيلو. 135 كيلو يبقى اكتبها تحت الايه؟ تحت المسافه اللي هي اللي بالكيلو، يبقى 135 بالشكل ده، يبقى المطلوب العدد اللي هنا. تمام. طب هنا بنعمل ايه؟ بنشتغل بالمقص اللي هو التناسب الطرد، اللي هي الحركه دي وكلنا عارفينها، اللي هي على علامه الايه المقص، بنقول عليها المقص. بنضرب الايه الثلاثه والاربعه من عشره، هنضربها في ال 135 ونقسم على ال 153، يعني العدد اللي في وش الحاجه المجهوله اللي هو ده اللي بيكون عندي في المقام تحت، والعددين دول بيتضربوا بعض في الايه في البسط فوق. طب المشكله هنا ان الاعداد اللي عندي دي اعداد كبيره، اعداد كبيره. طب اول حاجه هنعملها عشان نقدر نبسط القيمه دي، هنقسم. طب نقسم على كام؟ لو بصيت كده لل 135 وجمعت ارقامها 1 و3 4 4 و5 9، يبقى دول مجموعهم 9، يبقى العدد ده يبقى القسمه على 9، دي من شروط قابليه القسمه على 9، ويبقى القسمه برده على 3. تمام. واللي تحت برده ال 153 لو جمعتهم هتلاقيهم نفس الارقام برده، مجموعهم بيساوي 9، يعني برده يبقى القسمه على 9 ويبقى القسمه على 3. عايز تقسم على 9، عايز تقسم على 3، اللي يريحك. انا هنقسم الاول على 3 بحيث تكون ابسط شويه. طب طريقه القسمه بنقسم ازاي على 3؟ لو قسمنا هنا على 3 العدد ده على 3 حواليه، هنقسم ال 153 على 3، بقول 13 على 3 ما ينفعش طبعا، ال 12 هي اللي تنفع فيها الاربعه، فبكتب الاربعه. طب والباقي واحد، فبكتب الواحد ده جنب الايه؟ جنب الخمسه، بقت 15. 15 على الثلاثه فيها الايه؟ فيها الخمسه، يبقى هنا بقت 45. طب بالنسبه للمقام هنقسم برده على 3، 15 على 3 فيها الخمسه، و3 على 3 فيها الايه؟ فيها الواحد، يبقى 1 وايه؟ 51. برده لو جمعت دول هتلاقيهم 9، ولو جمعت ده يدينا 6، يبقى برده يبقى له قسمه على 3، فاقدر ان انا اقسم برده مره ثانيه على 3. فهقسم هنا على 3، 4 على 3 فيها الواحد والباقي واحد نكتبه جنب الخمسه، بقت 15 على الثلاثه فيها الايه؟ فيها الخمسه، يبقى اصبح هنا عندي 15. واللي تحت ده هنقسم 51 على 3، 5 على 3 فيها الواحد والباقي 2، لان 1 في 3 ب 3 والباقي 2 عشان اوصل للخمسه. ال 2 هكتبها جنب الايه؟ جنب الواحد، بقت 21 على 3 يبقى فيها الايه؟ فيها 7. يبقى اصبح عندي فوق في 15 وتحت في ايه؟ 17، وفي العدد ده اللي هو 3 و4 من 10. طيب نكتب بقى الاعداد اللي فاضله عندي هنا برده عشان نختصرها. طب ال 3 و4 من 10 برده في مشكله عندي في العلامه العشريه. هقول لك دلوقتي العلامه العشريه تعمل فيها ايه؟ اكتب العدد من غير العلامه العشريه، ادي العدد من غير العلامه العشريه، في اللي اتفضل عندي هنا 15 تمام، والمقام قلنا 17، ادي 17 تمام. طيب العلامه العشريه دي بقى راحت فين؟ لو عندك علامه عشريه هنا بعد رقم واحد بس، صح؟ يعني على يمينك في رقم واحد بس، حط صفر في المقام، يا اما تحط صفر يا اما تقول في 10، الاثنين صح، سواء عملتها كده او كده الاثنين صح. ممكن تحط صفر جنب ال 17 تبقى 170، وممكن تكتب فيه 10 ضرب 10. طب لو كان في رقمين يبقى تحط صفرين، لو في ثلاث ارقام على يمين العلامه هتحط ثلاث ايه؟ ثلاث اصفار. وخلي بالك العلامه العشريه كانت فوق تحط الاصفار تحت، يعني لو العلامه العشريه كانت موجوده عندي تحت هحط الاصفار في العكس المكان، يعني فوق في البسط. تمام. طيب نكمل عمليه الاختصار بقى على كده. لو لاحظنا كده ال 17، 17 زائد 17 34، او 17 ضرب 2 يدينا 34، يعني اقدر اقسم على 17، يبقى على 17 هنا فيها الواحد، و34 على 17 يبقى فيها الايه؟ يبقى فيها الاثنين. اصبحت العمليه 2 في 15 اللي هي عباره عن 30، وتحت في المقام 1 في 10 اللي هو يبقى 10، يبقى 30 على 10 يعني فيها الايه؟ فيها الثلاثه، يبقى الاجابه هنا هتكون هي الثلاثه. تمام. ده بالنسبه لعمليه الايه؟ الاختصار. برضو اللي مش عارف يختصر ديت ممكن نعملها بطريقه ثانيه نبسطها شويه. ادي الاثنين زي ما هي تمام، وهنا عندي ال 15 دي عباره عن كام؟ ال 15 عباره عن 5 ضرب 3، ادي 5 وادي الثلاثه، وال10 اللي فضلت عندي تحت هكتبها اللي هي 2 في 5، صح كده؟ بعد كده ابدا اختصر، قلنا الاعداد المتشابهه، ايه المتشابه؟ الاثنين تروح مع الاثنين، والخمسه تروح مع الخمسه، يتفضل عندي كام؟ الثلاثه اللي هي الاختيار اللي احنا اخترناه. واضح كده؟ ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لهذا السؤال. طب تعال نشوف كده السؤال اللي بعده. تستهلك سيارة عبد الله جالون لكل 29 ميل، فكم جالون تستهلك في 609 ميل؟ برضو دي هتلاقيها برضو عن طريق الايه؟ النسبة او التناسب الطردي. تمام. انا عندي هنا جالون وهنا ميل. طب كم جالون؟ 1 جالون في 29 ميل. فبيقول لي فكم جالون، يعني اجي هنا يبقى دي علامة الاستفهام، ده المطلوب عندي، في 609 ميل. تمام. وهشتغل برضو بطريقة الايه؟ التناسب الطردي، ماشي، اللي هي عملية المقص. يبقى هنا عبارة عن 609 في 1 اللي هي نفسها 609 تمام، هقسمها على التسعة وايه؟ التسعة وعشرين. تمام.
بدل ما نقول 609 في 1، يعني ممكن تضرب في 1 بس طبعا كده الضرب في 1 هيديك نفس الايه؟ نفس الناتج. طب ازاي نقسم دي ونجيب الناتج بسهوله؟ الاعداد هنا اعداد كبيره، طب نفكر فيها في طريقتين. تمام؟ الطريقه الاولى اللي هي عباره عن ايه؟ اللي انت بتتعامل مع الاحاد والاحاد. يعني ايه؟ يعني العدد اللي تحت الاحاد بتاعه يتضرب في كام؟ ده اضربه في كام؟ عشان يدينا عدد اوله 9. يعني 9 اضربها في كام عشان يدينا عدد يكون اوله 9 ويدينا 9؟ ها؟ يبقى يتضرب في 1، يبقى لازم هنا يكون في كام؟ يكون في 1، تمام كده؟ ده خانه الاحاد، يبقى خانه الاحاد من الناتج لازم يكون في 1، لو بصيت على الاجابات اللي عندك مش هتلاقي الواحد غير موجوده في اول ايه؟ في اول اختيار، يبقى دي الاجابه الايه؟ الاجابه الصحيحه. تمام؟ ان انا بتعامل مع اول عدد. تمام؟ طيب، نيجي مثلا الطريقة الثانية، طب الطريقة الثانية دي عبارة عن إيه؟ الطريقة الثانية عبارة عن طريقة اسمها طريقة التقريب، يعني إيه التقريب؟ يعني ده 609، يعني هقول تقريباً إن هي 600 عشان أقدر أعمل عملية الإيه؟ القسمة 600، وال 29 دي قريبة من كام؟ قريبة من 30، خلاص؟ يبقى أنا بقسم 600 على ال 30، لما نقسم 600 على 30 هشيل الصفر مع الصفر، يبقى عندي هنا 60 لما أقسمها على 3 يدينا كام؟ 20، ده أنا بقول تقريباً 20، يعني عايز عدد قريب جداً من ال 20. مين القريب من العشرين؟ هو الواحد وإيه؟ الواحد وعشرين. دي الطريقة الثانية لحل هذا السؤال. تمام كده؟ طيب نشوف كده السؤال اللي بعده. مع السؤال رقم 5 بيقول لي اوجد الناتج واكتبه بأبسط صورة. 2 وثلاثة على وثلاثة على 8 مضروبة في 5 وواحد على 3، ده عدد كسري. طب عشان نعمل اي عمليه لاعداد كسريه لازم اخليها في صوره بسط ومقام، ما ينفعش يبقى في عدد صحيح موجود هنا. تمام؟ فبنعمل ايه؟ بنعمل عمليه اسمها رفع الكسر. يعني ايه رفع الكسر؟ يعني بتضرب المقام اللي موجود عندك ده تضربه في العدد الصحيح وتجمع عليه البسط. تمام؟ يبقى 8 ضرب 2 واجمع عليه البسط. نفس الكلام برضو هعمل في ايه؟ في العدد ده هضرب الثلاثة في الخمسة والناتج اللي يطلع اجمع عليه الواحد. طب تعال نشوف كده النواتج بعد ما نعمل عمليه رفع الكسر. طبعا اولا الثمانية بتفضل زي ما هي، المقام ما بيتغيرش سواء المقام للاولانيه او للثانيه. تمام؟ طيب 8 ضرب 2 16، 16 زائد 3 19، يبقى 19 هنا فوق في البسط. اما بالنسبه للعدد الثاني 3 ضرب 5 15، 15 زائد 1 يبقى 16، يبقى الناتج عندي بهذا الشكل. طب ازاي نبسط المقدار ده في ابسط صوره؟ تعال نشوف كده مع بعض. طبعا ال 19 ديت مش هتحل لان 19 عباره عن 19 في 1 زي ما هي. تمام؟ نيجي انا هختصر الايه؟ ال 8 وال 16، في ممكن واحد يقدر يعملها على طول يقول ال 8 على 8 فيها الواحد وعلى ال 8 فيها الايه؟ فيها الاثنين، ودي اسهل طريقه عشان ايه؟ نختصر ال 16 مع ال 8، 16 على 8 فيها الاثنين، او نقسم على ال 8 هنا فيها الواحد وهنا فيها الايه؟ الاثنين، يبقى هنا بقت 19 على كام؟ على 1، بالنسبه للعدد الثاني اصبح 2 على كام؟ 2 على 3. طب نيجي نعمل كده عمليه الايه؟ الضرب هنا، هنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 2 في 19 كانك بتقول 19 زائد 19 تجمعها مرتين يطلع عندك 8 وايه؟ 38، ادي ال 8 وادي ال 3. والمقام عندي تحت كام؟ 3. طب ده كده في صوره بسط ومقام، هو الاجابات اللي موجوده عندي كلها عباره عن عدد صحيح وكسر، طب ازاي نحول ده الى عدد صحيح وكسر؟ هقول لك على طريقتين، الطريقه الاولى ان انا بقسم عادي، ازاي؟ اولا بتكتب ال 3 بتسيب مكان هنا للعدد الصحيح، وادي ال 3 زي ما هي في المقام، وبتقسم القسمه بتبقى من الشمال. ماشي، ببدا من اليسار هنا 3 لما اقسمها على 3 احول على 3 فيها الايه؟ فيها الواحد. تمام؟ طب و8 على 3؟ والله 8 على 3 يبقى فيها كام؟ ما ينفعش 8 ما تنفعش. تمام؟ خد اللي اصغر منها 7 ما تنفعش، ال6 ال6 تنفع يبقى فيها ال12، يبقى فيها ال2، 2 مع الواحد يبقى 12، يبقى 2 والباقي كام؟ الباقي 2. انت هتكتب ال12 ده هنا اللي هو ايه؟ القسمه، والباقي بتكتبه فوق، يبقى 12 و2 على 3 يبقى الاجابه 12 وثلثين. طب في طريقه ثانيه، واحد احنا وصلنا لغايه 38 على 3 ومش عارف بقى هي فين في الاختيارات، جرب. نجرب ازاي؟ نعمل عمليه الضرب والجمع زي ما قلنا في اول مساله هنا، نضرب ونشوف مين اللي يدينا 38، هنا المقام 3 وهنا المقام 3، خلاص يبقى انا هستبعد دي وهستبعد دي. تمام؟ 3 في 12 ب 36، 36 زائد 1 37، لا يبقى مش هي دي لان دي عندي 38، هي دي اللي هي اجابه صحيحه اللي لما اضرب ال 3 في ال 12 36 زائد 2 يبقى 38، يبقى دي اجابتي الايه؟ الصحيحه من غير ما اعمل الخطوه دي. تمام؟ ده كده بالنسبه للسؤال رقم 5. طب نشوف كمان سؤال. طبعا ده من الاسئله السهله المباشره اللي ما فيهاش اي حاجه، ان انا مجرد هعمل عمليه ايه؟ عمليه جمع فقط وليس الا، خلاص لما نيجي نجمع ح
هجمع طبعا احد 3 مع ال 8، 3 و 8 11، 11 زائد 5 يبقى 16، يبقى الاجابه اولها 6، يبقى اما دي او دي، خلاص يبقى انا استبعدت ده واستبعدت ده. تمام؟ طب احنا قلنا كده كام؟ قلنا عندي 16، 6 ومعانا الواحد، 1 على 6 يبقى هنا 7، 7 و3 يبقى 10، 10 و1 يبقى ايه؟ 11، ما الواحد ده موجود هنا وموجود هنا، خلاص؟ ماشي 11 و1 ومعانا الواحد، 1 على 2 يبقى هنا 3، 3 وعندي هنا 6 يبقى 9، يبقى اللي فيها 9 يبقى هي ديت، يبقى دي الاجابه الايه؟ الصحيحه، من غير ما ايه؟ من غير ما اكمل هيبقى ده الاجابه الايه؟ الصحيحه. ده كده بالنسبه للسؤال رقم 6. طب تعال نشوف كده السؤال اللي بعده. هنا عملية تحويل، تحويل من سنتيمتر إلى متر، ولازم أبقى عارف التحويلات ديت. ماشي هقولها لكم كده سريعا بالنسبة لعملية التحويل. إحنا عندنا أكبر حاجة في وحدات الطول هي الكيلومتر، اللي أصغر منه اللي هي المتر، اللي أصغر من المتر في واحدة اسمها ديسي متر، تمام؟ بس مش منتشرة كتير يعني الديسي متر دي. بعد كده في واحدة تانية اسمها سنتيمتر، وأخيرا الإيه؟ المليمتر. دي كده الوحدات الأساسية للطول، تمام؟ المستخدمة يعني، تمام؟ طيب هما هتلاقيهم 5 وحدات، الخمس وحدات دول بكل بساطة عشان تبقى عارف بس تحول من أي، طبعا من الكبير ده كده، من الكبير للصغير، نازل من الكبير للصغير، من الكيلومتر للمتر عشان أحول من كيلومتر إلى متر أضرب في إيه؟ أضرب في 1000، تمام؟ أما أي وحدة تانية للوحدة اللي بعدها على طول يبقى تضرب في 10، ودي ممكن نعملها على أصابع الإيد كده، هتلاقي على عدد صوابع يدك اللي هم الخمسة، تمام؟ من الكيلومتر، تمام؟ اللي بعديه متر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر، تمام؟ أكبر مسافة عندك اللي هي من الكيلومتر للمتر دي الألف، والباقي كله 10. طب أنا لو عايز أحول بقى من سنتي إلى متر، من سنتي إلى متر يعني كده، أدي السنتي أهو، وعايز أروح للإيه؟ وأروح للمتر. طب طالما أنت طالع كده يبقى تعمل العكس، العملية اللي إحنا عملناها، بدل ما تعمل عملية الضرب، لا هتبقى عملية الإيه؟ عملية قسمة. يبقى أنت لو رايح من الصغير للكبير يبقى هنعمل عملية قسمة، من الكبير للصغير يبقى هنعمل عملية ضرب. طب هنقسم على كام؟ والله من السنتيمتر إلى المتر، والله عدينا على كام؟ على أدي 10 هنا، تمام؟ وأدي 10 هنا. يعني مش هجمعهم بقى، يبقى 1000 يبقى 100، أضربهم في بعض، يبقى 10 في 10 يبقى 100، يبقى هنا هنقسم على 100، يبقى بالقسمة على إيه؟ على 100. طبعًا القسمة على 100 يعني بتحط علامة عشرية بعد رقمين. لما يكون عندك عدد صحيح وبتقسمه على 100 بتكتب العدد زي ما هو وتحط علامه عشريه بعد كام رقم؟ بعد رقمين، من اليمين تعد من اليمين، ادي 1 2، يبقى العلامه العشريه هيبقى مكانها ايه؟ مكانها هنا، ده مكان العلامه العشريه، يبقى 23 و76 من 100، يبقى الاجابه هتكون بي. ده بالنسبه لعمليه القسمه على 100 والتحويل. طبعا لو اي وحده ثانيه تقدر تحول بنفس الطريقه، من الصغير للكبير تقسم، من الكبير للصغير تضرب، وتشوف عدد الاصفار اللي موجوده، تمام؟ يعني لو قلت لك من متر الى مليمتر يبقى نضرب في 1000، لو من مليمتر الى متر نقسم على 1000، وهكذا، تمام؟ طب نشوف السؤال اللي بعده. شركة شحن تضع تسعيرة مقدارها 17.25 ريال لكل 5 كيلوغرام، فكم قيمة شحن الكيلوغرام الواحد؟ هو لو عايز الكيلوغرام الواحد يبقى المفروض هقسم العدد ده على الخمسة، اللي هو 17.25 هنقسمه على ايه؟ على الخمسة. يبقى هي عملية ايه؟ عملية قسمة. تعال نكتب كده ونشوف عملية القسمة دي هنعملها ازاي. ادي 17، وفي عملية القسمة يفضل انا زي ما بكتب كده، انا بكتب الاعداد وبسيب مسافات ما بين كل عدد والعدد اللي جنبيه، ماشي؟ وهقول لكم ليه دلوقتي. هقسم على كام؟ هقسم على خمسة، لانه عايز الايه؟ الجرام الواحد بكام، تمام؟ عشان اقسم العدد دوت على الخمسه، طبعا المساله دي ليها طريقتين برضو في الحل، هقول لكم الطريقه الاساسيه الاول اللي هي طريقه الايه؟ القسمه العاديه. بنقسم ازاي؟ لما تيجي تقسم اي عدد دايما قلنا بنقسم من اليسار، تمام؟ وبقول طبعا الواحد على الخمسه ما ينفعش، الواحد اصغر من خمسه المفروض بحط صفر، تمام؟ بس الصفر على الشمال ده ملوش قيمه يعني عامه، وباخد العدد ده هو واللي جنبه بقى كام عندي؟ بقى 17. طب 17 على 5، والله 17 على 5 ما ينفعش، ما فيش عدد اقسمه على 5 يدينا 17، او عدد اضربه في 5، عدد اضربه في 5 يدينا 17، تمام؟ طب يبقى 17 ما تنفعش، خد اللي قبلها اللي هي كام؟ 16، برضه 16 ما تنفعش، اللي قبلها 15، ايوه ال 15 هي اللي تنفع، 15 لما اقسمها على 5 فيها ال 3، لان ال 3 لما اضربه في 5 يدينا 15، تمام؟ طيب انا هنا شطبت على كام عدد؟ على عددين،
تمام. طب خلي بالك ان هنا فيها هتقابلني الفصلة العشرية، هكتب الفصلة العشرية زي ما هي تمام. وانا عندي هنا ايه؟ قول للباقي عندي اثنين، شطبت على اثنين، تكتب الاثنين دي جنب العدد اللي ايه؟ اللي عليه الدور في القسمه، يبقى 22. 22 لما اجي اقسمها على خمسه هقول 22 ما تنفعش. طب ال 21 برضه ما تنفعش. طب ال 20 20 على خمسه فيها الاربعه، ادي الاربعه. شطبت على كام عدد؟ على عددين، تكتب الاثنين برضه هنا. بقت 25، 25 على خمسه فيها الايه؟ فيها الخمسه، وتبقى الاجابه هي 3.45. تمام؟ الطريقه الاسهل بقى والاسرع ان انا بنعمل ايه؟ ان انا بقول ده 17 صح كده، وهنا 5. طب انا بقسم 17 على 5، ما 17 على 5 ما فيها الثلاثه، 3 والباقي 2. هتلاقي في الاختيارات هنا ما فيش عدد فيه يعني 3، لكن هنا كام؟ 34، هنا 0، هنا 86. خلاص يبقى انا اختار العدد ده على طول. تمام، طالما الاختيارات مختلفه كده وبعيده عن بعض، خلاص انا عندي 17 على 5، ال 15 على 5 فيها الثلاثه، يبقى اقرب حاجه ليها هي هتكون الايه؟ الثلاثه، يبقى اختار الاجابه رقم ايه. مفهوم؟ ده كده بالنسبه للسؤال رقم 8. طب تعال نشوف كده السؤال رقم 9. في السؤال رقم 9 بيقول لي اكتب الكسر 32 على في ابسط صوره، على 40 في ابسط صوره. طبعا ابسط صوره يعني المفروض انا بعمل عمليه اختصار للبسط والمقام، هما الاثنين اشوفهم يقبلوا القسم على كام. تمام؟ طب هعملها لكم باكتر من طريقه برضه عشان الناس اللي عندها مشكله في موضوع القسمه، اللي هي عباره عن ايه؟ لو واحد عارف القسمه وعارف الاعداد ديت هيقول والله ده 32 و40 يبقى له قسمه على كام؟ يبقى له قسمه على 2 تمام؟ ويبقى له قسمه على 4 تمام؟ ويبقى له قسمه على 8 صح كده؟ فدايما انت عشان تجيبها في ابسط صوره تقسم على اكبر عدد ماشي؟ اللي هو القاسم المشترك المفروض الايه؟ الاكبر ليهم تمام؟ اللي هو الايه؟ اللي هو ال 8. فلما اقسم 32 على 8 يدينا 4، و40 لما اقسمها على 8 يدينا كام؟ يدينا 5، يبقى الاجابه هتكون 4 على 5. طب واحد مش عارف او يعني صعب عليه ان يعمل عمليه القسمه بالشكل ده، بيعمل ايه؟ هقول لك على طريقه ثانيه برضو تستخدمها في عمليه الايه؟ القسمه اللي احنا قلناها اللي هي تبسيط الاعداد اللي موجوده عندي. ازاي تبسيط الاعداد؟ يعني 32 انت عارف ان 32 ده عباره عن كام؟ تشوف عددين يتضرب بعض يدينا 32، انت عارف ان 32 ده عباره عن 8 في 4، تروح كاتب 8 في 4. طب وال 40 والله دي 8 في 5 صح كده؟ خلاص انت طالما كتبت الشكل ده هتلاقي ال 8 قلت لك مع ال 8 اللي هم الاعداد اللي شبه بعض، يتفضل عندك برضو في ابسط صوره 4 على ايه؟ 4 على 5، يبقى دي الاجابه في ابسط ايه؟ في ابسط صوره. تمام؟ طيب نشوف مع بعض كده اخر سؤال معانا النهارده في الجزء الاول ان شاء الله. بيقول لي اوجد قيمه س اذا كان 20 على س بتساوي 7 على 42. طيب دي بنحلها ازاي؟ تعال نشوف مع بعض كده بنحلها ازاي. عشان احل مساله زي كده ممكن نعمل بطريقه المقص اللي احنا لسه قايلينها من شويه في التناسب الطردي بالشكل ده، واخد العددين اللي هما اللي في وش بعض دول اضربهم في بعض، يعني ال 20 اضربها في 42 واقسم على الايه؟ على السبعه. فبالتالي لما تقسم العددين دول على 7 طب ما تضربش، يعني يفضل انت ما تعملش عمليه الضرب عشان ما تكبرش الاعداد. اختصر الاول قبل عمليه الضرب. ازاي؟ يعني اجي هنا اشوف السبعه، طب ال 20 تقبل على السبعه؟ لا ما تقبلش على السبعه. طب 42 42 تقبل على السبعه، يبقى هقسم على السبعه فيها الواحد، و42 على السبعه فيها الايه؟ فيها السته، يبقى اصبحت عندك 6 في 20. طب ازاي نضرب 6 في 20؟ تكتب الصفر اللي هو في الاول ده تمام؟ و6 ضرب 2 بكام؟ 12، يبقى الاجابه هتكون 100 وايه؟ 120. او زي ما اتفقنا برضو ممكن واحد يعملها بطريقه ثانيه، يخلي ال 20 زي ما هي. انا اهم حاجه عندك انت عندك السبعه في المقام، يبقى انت محتاج ان يكون عندك سبعه فوق. هتلاقي ان ال 42 دي عباره عن سبعه مضروبه في ايه؟ مضروبه في سته، يبقى ال 20 دي زي ما هي. واختصر قلنا الاعداد المتشابهه تروح مع بعض اللي هي السبعه دي مع السبعه دي، يتفضل عندك 20 ضرب 6 اللي هي 100 وايه؟ 120، نفس الناتج بنفس الطريقه برضو بطريقه مختلفه. تمام؟ وبكده نبقى وصلنا لاخر حاجه عندنا اليوم، وان شاء الله هنستكمل باقي حل المسائل في الاجزاء الجايه باذن الله، وان شاء الله تكونوا استفدتم واشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.